جايز كيفكن؟ اليوم رجعت لكم فيديو جديد من قناتي إسراء قمر. اليوم بهذا الفيديو رح نفتح بيضة الحيوان الجديد، وكمان رح نفتح هاي هذا الصندوق تبع الحيوانات. وبس قبل ما نبلش اشتركوا بالقناة وحطوا لايك، وهلا خلونا نبلش. طبعا هو انا عندي او ماي جاد، يا رب هون نلاقي حالنا يا رب. لا ما في. اوكي اند جايز، هلا طبعا انا عندي 2 حيوانات هيون هون، هاد وهاد. اوكي هلا رح نفتح البيضة تبع اليوم اند يس، يا رب يطلع لنا شيء حلو. يلا 1 2 3. كثير حلو، ياي. وهلا رح نفتح الصندوق، رح يعطونا انا بظن ان رح يعطونا تخت او رح يعطونا اكل حيوانات او اشي. المهم تخت تبع الحيوانات، ياي انا كثير مبسوطة. طب خلينا نطلع برا ونشوف التخت كيف حلو. اوكي لحظة. اها بدي احكي لكم انا حيواني حيوان ليجندري او سبيشال. المهم هو ليجندري انا بظن. المهم يلا خلينا ندخل على البيت عشان احط الشغلات تبع الحيوانات. اوكي رح اخذ المطبخ رح اعمل فيه شغلات الحيوان. انا كتير حابة الاشي يلي طلع لنا، واو بجنن. ياي شوفوا شلوني، ياي. اوكي اند هون كمان رح نحط شغلات تبع الحيوان تبعيتنا. اند هير عندنا الطعام وعندنا شرب الماي وعندنا هاد الدش، ما رح نحطه هون طبعا. رح نحط هون كمان تخت، ما بعرف صراحة. حط هاد الشي هون فوق الطاولة، يا حرام فوق الطاولة، يا فوق الطاولة. طيب هيك طيب and شوفوا شلون كيف صار شكل. ياي هذا المكان تبع النوم، ياي يجنن صح. اوكي هلا رح نسمي حيواننا كمان هالوين عشان لحظة. صراحة هنن كتير حلوين، بس المشكلة انه شكلهم كتير غريب. رح نسميه هالوين كمان. رح نشوف كمان بكم بنقدر نبيعه. يلا هون نشوف بكم نقدر نبيعه. 960 فلوس. انا بس انا ما رح بيعه. او ماي جاد هلا بدي اغير شكلي. شو اعمل؟ اوكي خلص. اوكي رح نلبس ملابس السريعة على فكرة. اوكي عشان نروح ونجمع يا جماعة لإلنا الشغلات يلي هن الكانديز. اوكي طبعا انتو بتعرفوا ان الكانديز انا لسه ما خلصت المهمة تبعون. اند هلا خلينا نروح، يلا نروح نجمع كانديز. اوكي رح نعمل لهاي فيزيت يلي اسمها
فرح فرح 4010. هاد ورق ما اذا بدكم تضيفوه اذا عجبكم شكل بيته او هيك رح نروح نزوره. طيب يلا 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 اوكي. طبعا هون في بابكن، في هون بامكن، رح نروح ناخذ عشان نربح 20 كوين. اوكي لازم تجمعون عشان بتربحوا 20 كوين. انا اكتشفته امبارح كنت عم بلعب، بس انا خلصت، بس بعدين لقيت انه لما اخذ شي وحده بيحكوا لي تشاغاني فامبيرز، معناته انه ربحت 20 قطعه. سو انتوا لازم تجمعون عشان يصير معاكم فلوس زياده. اوكي هلا رح ننط على المدينه نروح لإلها. يلا بدي اتصور بكل مكان عشان لما يروح هذا التحديث بلاقي عندي صور. طيب يلا بدي اخذ صوره كتير حلوه. بدي هون اوقف يا حرام. او ماي جاد شوفوا كاتي مرت من هون. كاتي كيفك؟ رح اخذ كمان صوره مع هاي. ياهي هون في ما بعرف شو اسمه. المهم شوفوا كم يقطيني هون. تعالوا نجمعهم، تعالوا 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 تعالوا. رح اجمعهم فيديو تاني يلي رح فرجيكم فيه شو اهمية البامكنز لما بتخلصوهم. اوكي هلا خلينا نروح نجمع شوية كانفاس عشان نربح الايفنت تبع الهالوين. اند جايز انتوا احكوا لي تحت بالتعليقات مين منكم بيحب انه يتجول بالمدينه، مثلا اللي ما عنده كثير يعني اللي عنده كثير ملل، يعني عنده كثير ملل وما بعرف شو بده يعمل وبيدخل لعبه سبيكه اكس تي وبيروح عند الناس وبيحكي لهم هاي هاو ار يو دو يو وونت تو بي ماي فريند. في حدا منكم كمان بيعمل هيك مثلي؟ عشان انا لما كنت مبتدئه بهي اللعبه كنت بروح هيك على الناس وبحكي لهم هاي هاو ار يو بليز ريبلاي اوه اي كراي هيك عم بعيط لهم. بس هلا صرت لما بدخل بلاقي رفقاتي كلهم متتبعيني وبلعب معاهم ونستمتع هيك. يلا مين مثلي يحكي لي تحت بالتعليقات. لك 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 بابكم لك بابكم لك بابكم 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 يي لك. هلا لازم نتبع هدول بابكم كمان وي اخ اخ خبطت راسي. مئتين اوكي شكرا كتير. حبايبي كيفكن؟ يلا خلينا نروح كمان نجمعون. لكو هاي قدام باب بيتي، لا تروحي على بيتي خلاص ولك. حد اسمه ريفال ريفال ورقمه 6372. اللي بده كمان يضيفه عشان هيك يشوف شكله واقعيا يعني مو بس بالفيديو. فما بعرف انا ليش هون اجيت، بس ممكن علشان اخذ هدول الشغلات اللي هون هيك الماسترز. تا 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 لا لا هي الحمد لله خطه. بليز لا تختفين انتي. الحمد لله شكرا لإلك، انتن كتير شاطرات شاطرين. في مانستر في مانستر الحمد لله الحمد لله.
وين قالك؟ كتير حلو الدجمي، يعني مو لهذيك الدرجة. شكرا شكرا، انت اغلى 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 شي بهاللعبة، اغلى شي بهالحياة. حياة بيكا اكس. يلا خلينا ناخذ هاي ماستر، اعطيني حلويات. ليش اختفت؟ تعالي انتي. الحمد لله. خلينا بعد شوي عشان نشوف. يلا بعرف ليش هيك عم بتطول. اوكي بعرف ليه، يعني بس هيك. او ماي جاد، لحظة بدي اصطحب معي حيواني. وينو 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 وينو؟ او ماي جاد، تعال تعال انت 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 انت. يلا بسرعة بسرعة بسرعة. ما صارت هي البدلة خلاص، يعني ما لازم من هون نتمشى وهيك. اوكي اوكي هلا يا جماعة رح روح شوي شوي عشان اروح واخذ طعم. او ماي جاد، اوكي رح ندخل هون. بس خلينا ندخل حصاء. ذيز او ماي جاد. او ماي جاد، انا لساتني مو مصدقه شو عم شوف. شو عم بتزلق؟ انا ما بدي اتزلق واتزحلق. واو منظر رائع، انا بصوره. اخذ هون كمان صوره عشان احلى صوره. ما في حدا اما او ماي جاد. كنت بعرف انه هاد رح يمسكني. المهم يا جماعة والمهم بس هيك بنكون خلصنا الفيديو. احكوا لي اذا انتو خلصتوا جميع المهام، وكمان احكوا لي شو رايكم بحيواني الجديد. وبس استنوا فيديوهات احلى، بس لازم تشتركوا وحطوا اللايك. وبس بحبكم كتير. باي، واشتركوا بالقناة. باي.